الحمد لله. كيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير، يتقبل الله منا ومنكم الطاعات والعبادة، وكل عام وانتم بخير وكل عام وانتم بخير يا خالد. وانتم بخير يا ابو مبارك، وانتم بخير كل عام. تخسبكت من البداية لأن الله يسلمك. أبد أبد، بس علشان شوفتك. الله يجزاك خير يا العيد عليك مبارك. مبارك عليكم العيد يا أهل قطار وكل الأمة الإسلامية جمعاء، وبهذه المناسبة المباركة ترفع قناة الريان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير والحكومة الرشيدة جمعا. كما نرفع أسمى التهاني إلى شعبنا القطري الكريم وجميع المسلمين سائلين من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة علينا. آمين. بالخير واليمن والبركات، ونسأل الله العلي القدير أن يشفي كل مريض. آمين. من أهل المرض. آمين. من مشاركة هلف العيد سواء كان في قطر ولا خارج قطر، الله يردهم بالسلام إن شاء الله. آمين إن شاء الله. الله يشفي كل مريض مثل ما قال أخوي بمبارك. مشاهدينا ومستمعينا، الريان ما راح تكون غايبة عنكم في هذه المناسبة، وإحنا بنكون معاكم لمدة ساعتين على الهواء مباشرة، وبنكون معاكم بمجموعة من الفقرات المنوعة، منها ما هو مباشر من الخور ومن الشحانية ومن الريان، وبنتابع فيها فرحة الناس بالعيد خصوصا الأطفال وهم فرحة وزينة العيد. والله زينة العيد يا خالد. نعم. بمبارك اليوم أنت الصبح شلون يعني بديت العيد؟ شطه من الصبح، والاضحيه في صوب، والعيد في صوب، والعيال في صوب، لكن الحمد لله. والريان في بالك في صوب؟ الريان في بالي والتليفونات، ويلا يا ابو مبارك والعيد، واهم شيء يعني قناتنا ما لنا بد منها، لازم بني نعيد. انت يا خالد اذا بتعيد على اهلك وجماعتك فرق، واذا بتعيد في القناه بتعيد على كل هالقطر وعلى المسلمين، فالحمد لله. احنا نعم. نقول الله لا يغير علينا، وهالعاده ما تنقطع ان شاء الله. آمين يا رب العالمين. ونعيد عليهم ان شاء الله. امين. هو اليوم هو ابرك الايام، ويعني الناس تتواصل في هذا اليوم وتعايد بعضها البعض. واحنا مشاهدين الكرام نستقبل اتصالاتكم، احنا نستقبل اتصالاتكم على 5 4 1 8 1، اللي بيعيد اللي بيعيد علينا اللي بيعيد على ربعه يتصل على 5 4 1 8 1، واحنا بنستقبل اتصاله باذن الله. مشاهدينا، اليوم أدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في مصلى الوجبة، كما شارك في أداء الصلاة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وعدد من أصحاب السعادة أنجال سمو الأمير. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. أدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك مع أبناء الشعب الوفي، وذلك في مصلى الوجبة. وشارك في أداء الصلاة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وعدد من أصحاب السعادة أنجال سمو الأمير الوالد. كما شارك في أداء الصلاة عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والسادة المواطنين. وقام فضيلة الشيخ الدكتور ثقيل بن ساير الشمري القاضي في محكمة التمييز عضو المجلس الأعلى للقضاء، والذي أما المصلين بإلقاء الخطبة التي شكر فيها الله على نعمته على المسلمين، مذكرا بالمعاني السامية التي تحملها هذه المناسبة الكريمة وما تعنيه من تضحية وعطاء ومساعدة للفقراء والمساكين وتعظيم شعائر الله، مبينا أن ما من عمل أحب إلى الله في يوم النحر بمثل إراقة دم الأضاحي.
ودعا فضيلته عموم المسلمين إلى جعل العيد مظهرا من مظاهر وحدة الأمة وتعاونها على الخير، مؤكدا على أهمية الاستفادة من مناسبة العيد في الإكثار من العبادات وفعل الطاعات وصلة الأرحام وتربية النفس وتزكيتها. وقد أدت جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في 296 مسجداً ومصلاً في أنحاء البلاد كافة، احتوت 33 منها على أماكن مخصصة للنساء. وهذه تهاني العيد من البقاع المقدسة، أرصدتها كاميرا الريان، خلينا نشوفها معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أحب أرفع أسمى آية التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تيم بن حمد آل ثاني أمير الولاد المفدى، وإلى حضرة صاحب السمو الوالد الشيخ أحمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الشعب القطري الكريم، أقول لهم كل عام وأنتم بخير. والله عايد بهم أقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله كل سنة وكل حول على اليوم المبارك، يوم عرفة أو يوم الحج، عندنا يوم كبير، وهذا اليوم نعتبره من أفضل الأيام في حياتنا. طبعا احنا نقول كل هالقطر أميرا وحكومة وشعبا كل عام وانتم بخير وعيد الله عليكم مبارك، وندعو لهن في قطر كلهم في هذا الموطن المبارك إن شاء الله، ونقول الله يرجع كل حجاج قطر ويجمعهم بأهلهم على خير. أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى سمو الشيخ الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، أبارك لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جعل إن شاء الله عيد مبروك علينا وعلى جميع المسلمين إن شاء الله. وأسلم على أخواني في قطر كلهم، علي بن محمد المريخي والجماعة كلهم، هرات راشد كلهم، وأهل قطر كلهم، جزاكم الله خير ورحم الله والديكم، احنا بخير وسهالة، أهل قطر كلهم ما عنهم منشود إن شاء الله، يسلمون عليكم ودعواتكم إن شاء الله، نرجع لكم سالمين غانمين إن شاء الله. أحب أهني بعيد الأضحى المبارك إن شاء الله سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الله يحفظه، وسمو الوالد الشيخ حمد، والشعب القطري الكريم، وجميع المقيمين على أرض قطر الحبيبة، وإن شاء الله الحمد لله أمورنا طيبة كلها في الحج، وما قصروا كل العالم، كل عام طيبين إن شاء الله. نقدم خالص الشكر والتبركات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الشعب القطري عامة، وكل عام ونقول لكم كل عام وأنتم بخير، عساكم من عواده. حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم. طبعا العيد والفرحة، وأحلى من العيد أنك تلتقي مع ضيوف مثل اللي موجودين ويانا، الله يحييكم أخوي خليفة السيد، الله يحييك الساعه المباركه، واحنا تشرفنا الله يبارك فيك، الله يسلمك. الشاعر جاهز العتيبي، مرحبا يا مرحبا بك، الساعه المباركه، احبك ويرحم والديك. الشاعر حمد البريدي، طبعا انت قبل لا تدش قلت انا لازم اكون احلى من المقدمين، شوف وانت فعلا هو احلى، لا انت فعلا اول شيء الله يسلمك، انت فعلا احلى منه، الله يطول عمرك، تواضع منه، وانت الله يطول عمرك، الله يخليك بفعلك وطيبك جمال، والله يحييك طول بعمرك، مكمل مكمل، جميل جميل خلقا وخلقا، والعيد عليك مبارك وكل عام وانت بخير، لا تخرجوني يا رب، يا رب يسلمك، الله يحييك، جعلكم العيد الفايزين مبارك علينا وعليك، الله يسلمك. وفي البدايه يا خليفه، يعني نبي اجواء العيد معاك اليوم شلون كانت؟ والله تعرف عيد الاضحى له ميزه خاصه، الضحيه، ما تقدر تطلع من البيت ولا تروح تعيد على احد الا تخلص اول ضحيتك، صح، ولا تحلق، اي نعم، ولا تحلق ولا تسبح ولا تسوي شيء، فانا اللي عطني هذه اللي جاي متوادي مع ناس يجون يذبحون، وهذه ما شاء الله عليك بوزارك من الصبح وخالص وذابح يا ريال، انا اذبح لكن اشك في ذبحتي ذبحي اخاف اني اقول كذا بالسكين يسار ولا يمين ودعي، طبعا احنا ما نبي الله يطول عمرك نطول ونكثر عليك، الله يبارك فيك، نبي اهم شيء نعرف الفرق بين الماضي والحاضر، العيد عيد الأضحى الأول وعيد الحين، طبعا ما في فرق إن شاء الله، لكن في أشياء في أشياء إن اندثرت، أي صحيح، أيوة هذه اللي نبقيها الحقيقة، يعني عيد الأول غير، له طعم غير، له حلاوة غير، عيد الأول كان يجمع يلم
يلم الناس كلها مع بعض، خصوصا عيد الأضحى. عيد الأضحى تلقي الأول كل واحد كل بيت في ضحية، كل بيت يعني. نعم. سواء كان هذا صاحب البيت غني ولا متوسط ولا فقير. الله أكبر. نعم. العيد يمكن أبوي خليفة العيد قبل حلو والحين حلو بعد. الحين بعد حلو لكن نعم. كل. نشوف يمكن إحنا كبرنا شوي لكن نشوف فرحة العيد في العيال الصغار. أنا ودي أسأل أبو سيف. بسم الله يدوك. أبو سيف شلون العيد معاك اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. البداية طبعاً أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، وإلى الشعب القطري الكريم. والعيد اسمه عيد يعني فرحة، تواصل، ابتهاج، يعني الحمد لله رب العالمين. الإسلام يعني شرع لنا عيدين في السنة، ويجب أن نبتهج حتى لو أن الإنسان متضايق ولا شيء، لازم أنه يظهر البهجة والابتسام والتواصل، ويزور جيرانه، يزور أهله، يزور يعني رحمة. العيد رحمة من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. العيد اسمه عيد يعني. أي نعم. عبد الله ربيك عيدك اليوم. والله عيدي أول شيء بشوفتكم، الله يجزاك، جلست معكم كذلك. يعني عيد الأضحية يمكن مختلف عن الفطر بما أن فيه ضحايا، والله إن شاء الله يكتب أجر كل من ضحى. لذلك أنا أشوف أن الفرق بين العيد قديم وحالي، يعني العيد القديم أعتقد ما كان فيه وسائل تكنولوجيا مثل الواتساب أو مثل الرسائل النصية، لكن كان فيه يعني زيارات، لازم مواجه ولازم لقى في تواصل وينترس المجلس من الربع والعالم. لكن الحين أعتقد أن العالم اكتفوا بنسبة 80% بالمسجات، رسائل النصية، الواتساب، وصار الواحد يعني يرسل رسالة عامة ما يدري حتى وش الاسم اللي طرش له، اللي كاد أنه عايد، وصار يكتفون فيها أكثرهم، بس صار يزور عمانه وخواله والقريب منه. نعم. هذا الاختلاف بين العيدين. لا ولا كلها ما شاء الله زينة وفرح. وأهم ما في العيد أنا أشوفه مو فرحة الحين يكبر. نعم. أنا شفت العيال الصغار البزران هم مستانسين، واللي ما يعرف يلبس غترة، واللي لابس المحزم، واللي الريالات طالعت منه. حوال اليوم لا أبشرك أحمد، عندنا مفاجآت، عندنا مفاجآت إن شاء الله بنرويك إياها، وهذه اللقطات إحنا نحبها. أي والله، وإحنا ما دامنا موجودين إن شاء الله مشاهدين يستاهلون. الله وجهك. ونرجع الله يطول عمركم حق أخونا العود. الله يخليك ما يقزوك. العرضة الأول في أيام العيد. العيد. عيد الأضحى. صحيح. كم يوم وش كثر هذه؟ هذه اللي احنا ما قمنا نشوفها. ايه الاول تختلف. اول نطلع احنا من البيت، من بيت العده الى مكان العرضه، نطلع عرضه نسميها عرضه مشاية. ايه مشاية. عرضه حرب. نعم. لان عرضه الحرب غير عرضه التحيل هذه. عرضه حرب بسيوفنا وبنادقنا وركيض، هج هج هج، والطبل يرنع والطار وكذلك. أوه. لين نوصل الى مكان التجمع، الحوطة هاي اللي احنا او الساحة اللي بنعرض فيها. وين كان ابو خليل؟ العرضة كنا نعرض احنا هالشرق كلنا نتجمع في عند ابو بكر الصديق. عند ابو بكر الصديق. وساعات نتجمع في التينس اللي مجاب المطابع الحروب الاول. اي عقب صارت مدرسة. نعم. عقب صارت مدرسة هني وصار كنتاكي. كم يوم؟ من ثلاثة. سمع الثلاثة. من ثلاثة أيام تقريبا. ثلاثة أيام يعني. يعني ثلاثة أيام يوميا العرضة والعصر نعم. وكل هالقطر موجودين. كل هالقطر. وزمان الأول العرضة هم مثل الحين، أول اللي تحيلون واللي يقوم بالسيف هاي من برع. برع الصفوف مو من داخل. يمكن المعقودة من برع والهالسيوف من داخل. كلهم من برع. بس من كثرهم ما شاء الله. الصفين الرداده. ايه. والعده في النص. والعده في النص والناس متبرع. والاول ما حد يتفرج. ايه. اللي يتفرجون الحريم، تلقى الحريم داير مدار قاعدين ويتفرجون على العرضه. نعم. والناس كلها تعرض. نعم. احنا اليوم اول يوم. نعم. وطبعا ما شاء الله عليك مطلوب في كل مكان. الله يبارك فيك. فاحنا قلنا لك في البدايه اهم شيء يكون سيد الكرسي. جزاك الله. يعني موقف قلت لي عن اللي عيدوا عقب العيد.
ما إيه. احنا ما نبي نقول الاسم بس نقول الجماعه زين والعيد ما عيده عقب العيد صاموا هذا ما صاموا ولا شيء هاي طال عمركم جماعه في البر زمان الاول مثل القطر نعم يمكن يسمعون الحين يعرفون نفسهم لكن يعني هم يعني سالفه بقولها يعني ارجو ان ما عاد ما تبي تقولها لا بالعكس والله انها حلوه الظاهر الظاهر انهم جابوا العيد لا لا يعني من انا صراحه الموقف عجبني وان شاء الله يعجب المشاهدين ويعجب يعني من ضمن السوالف اللي سمعناها يقول لك يا جماعه هذول عزموا يعني قالوا يا جماعه خير ترى رمضان قرب وبنطرش حد البلاد يشتري لنا يعني زوائد رمضان صح اغراض رمضان اغراض رمضان حد منكم يبغى شيء اللي طلب طحين واللي طلب سكر واللي طلب ملح خبرك الماكلك الماكلك وسجلوا كل شيء عندهم كفو وبرزوا لهم 4-5 بطايا وراحوا اثنين اني بالبيت بيون البلاد عشان يشترون اغراض مشوا يوم مدى نص الليل امسوا دون البلاد حلو عقب ما صلوا الفجر جاوا البلاد زين يوم دخلوا البلاد ولنا الناس طقطقة ورزيق عرضه وفرح خلاص العالم صاموا هذي تأخروا شهر يعني شهر كامل ما يدرون أنا شهدهم جوا العيد أقوم ما جاء هذا سأل سلام عليكم وعليكم السلام وش عندكم يا جماعة وش ساير قالوا وش ساير احنا معيدين اليوم عيد عيدكم مبارك حيدتوا حياتو احنا ما صمنا الا فعل البلاء اي اي حياتو احنا ما صمنا زمان اليوم ان شاء الله اثر رجع بيصير عندهم هذا اللي هم عودوا على ربعهم ويوم خليهم يصومون وصلوا الجماعه قالوا لهم يوم وصلوا جماعتهم قالوا لهم يا جماعه الخير العيد ياكم ورمضان تعداكم العيد ياكم العيد ياكم ورمضان تعداكم نعم هذا مثل ما قال ابو عبد الله لا في وسائل اتصالات نعم صح ولا في واتساب معذورين وناس في البر معذورين يعني ما زين شكرا لكم على احنا فالتنا اليوم الاول انتم رهش وحلوه احنا جايبين هالحلويات والبيتفور خل كل شيء مكانه الرهش والحلوه حق هالبلاد سم الله لكن احنا كان على شارك ما عندنا اسمه عندنا الخميس وهم بريد اذا في الصيف والبلاليط والاشياء هذه يا الف العافيه زين احنا ما نبي نعطلك يا ابو خليفه لكن كلمه اخيره ودك تقولها انت والله انا يعني صراحه يعني اول شيء بهذه المناسبه السعيده ارفع اسميات التهاني والتبريكات بمناسبه عيد الاضحى المبارك الى مقام الوالد الشيخ حمد أطال الله في عمره آمين. وإلى مقام سمو الأمير الشيخ تميم آمين. وإلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله وإلى نائب الأمير وإلى الشعب القطري والحكومة الراشدة الرشيدة وإليكم جميعا وأقول لهم كل عام وأنتم بخير وعساكم إن شاء الله من عواده الله يجزاك خير وجيتك على عين وعلى راسنا يا خليفة وإحنا قبل لا تروح بنهديك أغنية قبل لا تروح جزاك الله هذه أغنية العيد اسمعها وانت رايح حتى لو تسمعها بعد في الراديو الراديو 97 FM على 97 اسمعها ان شاء الله نعم ومشكورين وما قصرتوا والله يحييك الله يعود عليك وسالمين ان شاء الله مرتبط والله ما منك الله يسعدك مشاهدينا الكرام العيد مبارك عليكم بهذه المناسبه وقبل ما نستقبل نستكمل فقراتنا نتوقف شوي مع اغنيه العيد الجميله يا العيد عود We'll be right back.
يا العيد عود وإن شاء الله يعود علينا كل سنة وكل عام وإحنا بأمن وأمان وصحة. آمين. في ظل قيادتنا الرشيدة. مشاهدي الكرام، فقراتنا في أول أيام العيد مستمرة معاكم على شاشة الريان، ومبارك العيد عليكم مرة ثانية. نطلع فاصل وراجع لكم، خلكم معنا. عيدكم مبارك، ادعو لكم العوادة، أحب أني لربعي وزملائي ولأمي وبي وكل المسلمين لعيد الأضحى. حبيت أهني زملائي وصغائي بمناسبة عيد الأضحى، أمي وبي وكل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك عساكم من عوادة. عيدكم مبارك، أهني أمي وأبوي وأصدقائي عساكم من عوادة. كل عام وأنتم بخير، وأهني أمي وأبوي في عيد الأضحى، وهذه كل المسلمين في عيد الأضحى، وكل عام وأنتم بخير. عيدكم مبارك لكم والعيدين الفجرين بمناسبة عيد الأضحى. عيدكم مبارك عساكم من عوادة، أحب أهني ربعي وزملائي بمناسبة عيد الأضحى. عساكم من عوادة وكل عام وأنتم بخير في مناسبة عيد الأضحى المبارك. عيدكم مبارك، أهني أمي وأبوي بمناسبة عيد الأضحى، كل عام وأنتم بخير. كل عام وانتم بخير، واحب اهني كل اللي يعيدون في قطر، واحب اهني امي وابي على العيد المبارك، ان شاء الله تكونوا سعيدين في الدوحه قطر. كل عام وانتم بخير، عساكم من عواده. انا احب اهني كل المسلمين وامي وابوي. اليوم العيد وانا فرحانه وايد، والله يعود علينا وعليكم بالصحه والعافيه. كل عام وانتم بخير، عساكم من عوادة. عيدكم مبارك، عساكم من عوادة. أنا أحب أهني كل المسلمين وأمي وأبوي. اليوم العيد وأنا مستانسة وايد. أهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأهني أمي وأبوي وهالقطر كلهم. عيدكم مبارك، عساكم من عوادة. حياكم الله مشاهدين، والله حتى احنا نرحب ونعيد على امهاتنا وابهاتنا، الله يرحمهم ويغفر لهم. شفت والحيين فرحة الصغار، شفت فرحة والحيين بعد يا خالد. نعم. نعيد عليهم. نعم. فرحة الصغار، واحنا من اول ما طلعوا تبارك الرحمن وحمد مبتسم، الظاهر انهم عجبوه. هذا فرحة العيد صراحة، الاطفال وناستهم وضحكتهم هي تسود عيدكم. فرحتنا نشوف احنا بعد جدا. نعم. بعد فرحتنا احنا الحين واحنا موجودين، و ابو فهد موجود، نبي ناخذ شيء منكم. طبعا ابو فهد يبدا بسيف. 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 ابو سيف مسامحه ابو سيف. ابو سيف الولد الجاي ان شاء الله بسميه فهد. الله يوفقك ان شاء الله ويبارك لك ويبلغك فيهم ان شاء الله. اقول البسي للعيد بشت، وعانقي للعز هامه، وارزفي عرضتها للعليا على الحد السنين. السمو اللي تسامى من سموك واحترامه، مد جنحان السعد للغيم وانفاس السنين. عيديهم بالقصيد الجزل والحرف وسلامه، وارفعيهم تاج راس وتاج قلب وتاج عين. عزوة لاد انفيعي وانفيعي في مقامه، شامخا مثل المناير والمنابر والجبين. والله ان الموت من دونك شهادة في كرامة، والحياة بظلة الضافي غلا مدري حنين. عيدي يا مصدر الفرحة ويا نبع الوسامة، زين زينة في عيونها القطر والطيبين. كعبة المظيوم يا مال المعزة والسلامة، علميهم كيف كان مؤسس الدولة فطين، وانشديهم ليه كان الشيخ أبو مشعل علامة، سجل التاريخ صحوه في قلوب الغافلين. للعروبه في تنبض وللمراجل في تشامه، علقيها في جناح الصقر والطيب يبين. قالها الخفجي نهارا فيه طوحنا العمامه، كلنا دون العروبه كل ساعه حاضرين. المواقف شاهده بيروت غزه والشهامه، حاضره في كل موقف، حاضرة في كل حين. وعيدي على تميم الطيب بإبداع وفخامة،
وارفعي له من سمو الشعر ورد وياسمين، والبسي للعيد تاج وعانقي للعز هامة، وارزفي على بياض الوجه والمجد المبين. حسنانك يا ابو سيف، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك يا ابو سيف، ابدعت. هذه جديده وانا ما حفظتها، فالعذر والسموح اني قريتها. مسموح مسموح، بيض الله وجهك، ما يجي منك الا الطيب والجزر، ما يجي منك الا ربها ترقى الى ذائقه قطر، يعني ان شاء الله قطر تستاهل الطيب كله. الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك، الله يجزاك خير. والحين مشاهدينا الكرام، قناه الريان حبت انها تعايد عليكم من خلال برامجها وكاميرا صباح العيد، زارت مجلس من مجالس المرحوم أو مجلس من مجالس هالقطر هو المرحوم طالب بن جابر العفيفة بالريان القديم، إلى هناك مع نديبنا سعود المعاضيد، نقول مبارك عليك الشهر وكلمة عندك يا سعود. نعم، كل الشكر لك يا أخوي خالد وناصر، كل عام وانت بخير والعيد الله عليكم ومبارك. وأنا انتهز هذه الفرصة وأرفع أسماءي التهاني والتبركات لمقام سيدي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير. مشاهدينا الكرام، العيد عليكم مبارك وكل عام وانت بخير. مشاهدينا، طبعا مثل ما عودتكم قناة الريان انها تكون معاكم اول باول، وانها تكون مع اهل قطر اول باول، فافرحهم. واليوم احنا موجودين في مجلس المرحوم طالب بن جابر آل عفيفة، نشوف معاهم او نشارك معاهم فرحتهم ونعايد عليهم، كن معاهم أول بأول وفي كل وقت. في البداية أحب أرحب بأخوي جابر طالب آل عفيفة، يا مرحبا ومسهلا فيك، كل عام وانت بخير والعيد الله عليك مبارك. الله يرحبك وعيدك مبارك. أنتهز هذه الفرصة لأزف أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى سمو سيدي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى الأمير الوالد، وإلى الشيخ عبد الله بن حمد نائب الأمير، وإلى الشعب القطري، وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله. وكذلك طبعا مشاهدين الكرام، أحب أرحب في أخوي حمد طالب آل عفيفة، يا مرحبا ومسهلا فيك وعيد الله عليك مبارك، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير، جعلكم العايدين ومرحبا ومسهلا. أنا أبارك لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، وإلى سعادة الشيخ عبد الله بن حمد نائب الأمير، ونقول مرحبا ومسهلا وعيدكم مبارك. تبقى الله يسلمك وعساكم من العايدين والفايزين. أنا في البداية ودي أبتدي معاك يا أبو طالب، العيد طبعا فرحة، ولكن هالعيد عسى الله هو الشيء يتقبل من حجاجنا. شوف احنا مكانهم مبين صراحة، شوف المجالس شك. فاضية، والله يبلغنا إن شاء الله برجعتهم، والله يتقبل منهم إن شاء الله. إن شاء الله الله يرجعهم إن شاء الله، والعيد مبارك على الجميع، والحمد لله الله يجعل إن شاء الله عيد سعيد وأمان وطمان، ونتمنى الخير لكل المشاهدين وكل المسلمين، ويرجعون إن شاء الله حجاجنا طيبين وغانمين إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله عسى يردون سالمين وغانمين. أخوي العيد طبعا يفرق بين هالزمان زمان أول، إحنا ما نبغى نكبرك، ولكن بس والله شو الذكريات يعني الحين مثلاً نشوف العيال اللي موجودين، أكيد إنك تشوف واحد منهم، حدا من عيالك، حدا من العيال الموجودين، تشوفهم تشوف نفسك فيهم يوم إنك كبرهم. ما في شك العيد سبحان الله، العيد إن شاء الله إنه واحد إن شاء الله، ولكن تغيرات الزمان علينا. أول نفرح بالعيد أكثر من هالوقت، أول قبل أسبوع والأغراض عند روسنا لأننا مجهزين وخالصين، الحين الحمد لله في رفاهية، متى بيجيك يجيك في نفس الوقت، كل شيء موجود يجيك لمحلك. أي والله الحمد لله رب العالمين، ولكن نقول البركة في الشباب، نعيشهم عيشتنا الأولية اللي يعرفونها. عسى الله أيوة. الله يبارك الله فيهم إن شاء الله ويحفظهم. بطالب طبعا في كل عيد كل شخص له ذكريات ما ينساها، قل لنا موقف ما تنساه في عيد مر عليك، سواء وانت صغير او هذه الايام او هذه السنين. والله وانا صغير طبعا الحياه بسيطه، وكل الحياه لعب وناسه وتجميع عيديات واهم شيء العيديات وكل شيء كل حاجه بسيطه ولله الحمد. ونتمنى ان شاء الله الصغار انهم يفرحون في العيد،
وينبسطون مثل ما احنا كنا عشانهم بعد يفرحون بالعيديات نفس ما فرحت فيها. طبعا العيديات موجوده نعم. الله يجزيكم خير. الله يجزيكم خير. اخوي حمد بطالب الحين نشوف انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، الحين الواحد بيعايد عليك هو في بلاد وانت في بلاد، يعايد عليك بضغطه زر على ما يقولون. شوف هذا الشيء اثر على التواصل، انها تشوف الناس ما قامت توصل بعض، او شوف هذا الشيء طبيعي وعادي؟ لا والله شوف مو طبيعي، على ما يقولون الوجه من وجه يستحي. الواحد يعني الاخوان ما قاموا يجتمعون مثل اول، ترى اذا في العيد يجمعهم ولا في مناسبه ولا الباقي كلهم في شغل. الاغلب بيجمعهم جروب اي الحين لا بالجروب ولا بالسناب تسوي السلام عليك عليك السلام مع السلامه. الله يعطيكم العافيه. طبعا اسمحوا لنا طولنا عليكم. الله يرحم والديكم وبيض الله وجيهكم على هذه الاستضافه. وجهك مرحبا بكم. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. عايدين جايكم العايدين. طبعا كل عام وقناه ريان بخير وانت بخير تقدم ان شاء الله، ونتمنى لها كل خير والله نحن فرحين بها. الله يعني قناه دخلت في قلوبنا ودخلت في بيوتنا ودخلت في كل. الله يجزيك خير، هذه شهاده نعتز فيها. وطبعا قناه سريان ما انوجدت الا لكم. الله يعطيكم العافيه. طبعا مشاهدينا الكرام انتهت فقرتنا من مجلس المرحوم طالب آل عفيفه، وارجع للاخوان في الاستديو. شكرا لك يا سعود. ونعم مثل ما ذكرت هذا مجلس المرحوم طالب بن جابر العفيفة، ونقول له يعني نقول لهم عيدكم مبارك وعسى مجلس عامر باذن الله. واحنا مشاهدينا الكرام نذكر ان نستقبل اتصالاتكم على الارقام 5 4 1 8 1. مشاهدينا ومستمعينا اللي يسمعنا واللي يشوفنا يتصل على 5 4 1 8 1، واحنا في استقباله باذن الله. 5 4 1 8 1 هذه رقم قناه الريان، اتصلوا وفالكم طيب ان شاء الله. واللي بيتصل ان شاء الله بيعيد، هذا احنا موجودين وفالكم طيب. حمد الكره في ملعبك. ابشر بعزك. اولا وين الكاميرا اللي انا اتكلم معها؟ اللي ودك انت ايش تبي؟ اللي تبي. اللي تنور احمر روح لها. عيدكم مبارك يا ربعي كل بيكم. ربعي اللي يعرفوني عيدكم مبارك كل بيكم. كم ما اقدر اجيكم واحد واحد في مجالسكم، لكن عيدكم مبارك تحصلكم. يستاهلوا يستاهلوا. وشكرا لقناة الريان صراحة. عفوا. لأن كان شعارها قبل علم الحياة والطيبين يبين، وحاليا شعارها ربع تعاون وما ذلوا. هذا ترسيخ المفاهيم التراثية الشعبية لنا ولشيباننا. بيض الله وجهك. والسنة الجاية إن شاء الله. لا لا مو بكل سنة، هي كل حقبة يعني. لا إن شاء الله احنا مع احنا معاد يعني احنا لحد الآن على على شعار العلم الحياة والطيبين يبين وربع تعاون وما ذلوا. إضافة إن شاء الله للشعار وما أجي وما أجي منكم نفسي. عجبتني إن شاء الله كل هذه الأمور. عجبتني ترسيخها. وقبل ما يعد أخوي حمد قصيدته، زيارة مجالس أهل قطر فقرة رائعة جدا. الحمد لله. وهذه تحسب لقناة الريان، فبيض الله وجهك. وجهك ابيض وجهك ابيض. واحنا على ما قال اسمع القوه، احنا منكم ولكم على ما قال. واحنا يا ابو سيف مقصرين ان شاء الله. ان شاء الله لا ان شاء الله ما انت مقصر، احنا ما نقدر نقول مقصرين، لكن اذا شفنا شيء جيد يجب ان نثني عليه ونتكلم. مالكم الا بيض الوجه ان شاء الله. مرحبا ومسلا. سلام يا ابو عبد الله. تسلم روحك. قصه العيد عندي مجزئها جزئين. الجزء الاول يقول عاد عيد الليلهم مجد عظيم، الرجال الوافية طول لمد. أولا عيدك مبارك يا تميم، قايد قاد المسيرة واعتمد. وثانيا عاد المحبة بالصميم، عيدك مبارك يا والدنا حمد. وثانيا عاد المحبة بالصميم، عيدك مبارك يا والدنا حمد. عزنا فعله والله العظيم، إنه اللي فزعته طيب وجلد. في بلاد ذرة اللي مستضيم، تلطم الوقفات والعايل هجد. كلنا محزم كلنا محزم بلدنا يا تميم، وكل شايب ساعة الهية ولد ولد. والذي يحيي العظام وهي رميم، إن قطر أغلى ثرى وأطهر بلد. وجهكم وجهك. هذا الجزء الأول. هذا الجزء الأول يقول العيد ما هو بس فرحة واحتفال، العيد روح بالمحبة سايدة، عايد بيك وقبله فوق العقال، وعايد على أمك كان كفك جايدة، وعايد على أعمامك ولا تنسى الخوال. بعدي لا تخلي عايد على أعمامك ولا تنسى الخوال، حتى لو أنهم في ديارنا نايدة، وعايد على ربعك
إذا جالك مجال لا تخلي منهم واحد متعايده. وعايد على ربعك إذا جالك مجال لا تخلي منهم واحد متعايده. وعايد على الشيبان واحرص بالوصال اللي بعضهم قوم تهلك كايده. وضحك وسج من المتاعب والحلال واعزم على المجلس وحط المائده. العيد فرصه والسعاده راس مال ولحظه ترى عاد المخالف صايده. عايد على اللي عاد حبه لا يزال عيد بلالك ياه ما له فايده. اي تقصد خالد صح لسانك صح تقصد خالد اشهد يدري ان قلبي خضر جميع الله يبارك الله يجزاك صح لسانك. واحنا مائدتنا هذه موجوده وان شاء الله ان رب يكرمك انت جمل فيكم يعني وسامحونا على القصور طبعا جملين الله يطول عمرك. التليفون 54181 واذا عندنا اتصال عندنا معايده خليفه. خليفه يا مرحبا ومسهلا عيدك مبارك وكل عام وانت بخير. وانت بخير عيدك مبارك وش حالك ربك طيب. يا مرحبا يا مرحبا يا خليفه الله يحييك. الله يبقيك وطول عمرك. احب اهني حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد. نعم يا خليفة. وأحب أهني الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة ثاني. وأحب أهني الشعب القطري كافة. خليفة مرحبا. في البداية بسألك أنا عيدك اليوم شلون كان؟ والله أبشرك العيد مثل كل عيد الحمد لله رب العالمين. بيض الله وجهك يا خليفة والله يعود عليك انت سالم ان شاء الله. جزاك الله خير. يا مرحبا مرحبا ومسهلا مرحبا. يا مرحبا الله يحييك. معنا اتصال ابو مبارك. من معانا؟ معنا الاحدان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الاحدان. مرحبا ومسهلا عيد عليكم مبارك. كل عام وانت بخير يا الاحدان. وان طيب ان شاء الله صحة وسلامة. بشرنا عنك طيب ان شاء الله. بخير بخير دامكم بخير ان شاء الله عليكم العيد وتبارك ان شاء الله. الله يبارك في عمرك. الله يرحم والديك ويسلمك. احب اهني صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد وصاحب الوالد حمد بن خليفه الثاني والموجودين كلهم اهل قطر. واحنا نهنيك الله يطول عمرك. مرحبا الله يسلمك مسهلا. الله يحفظك الله يحفظك الاحدان. الله يحفظك الاحدان. احنا نروح إذا ما عندنا اتصال طبعاً إحنا قلنا لكم عن رقمنا وإحنا موجودين وياكم والحين بنتوكل على الله بنزور ميلس المهاندة ميلس إبراهيم بن محمد سلمان المهندي ومن هناك ندي بن محمد الشهراني. يا محمد عيدك مبارك وكل عام وأنت بخير. محمد يا هلا مرحبا. يا هلا مرحبا فيك مبارك عليك عيد الاضحى المبارك وعساكم من عواده وكل عام وانتم بخير. طبعا متواجدين نقول لكم اجواء العيد اللي موجوده في عند اهالي الذخيره وبالتحديد عند مجلس ابراهيم بن محمد بن سلمان المهندي. واقول اللي في المجلس عندي كل عام وانتم بخير وعيد الله عليكم مبارك ويا هلا مرحبا فيكم. طبعا اجواء العيد راح يتكلم عنها الوالد ابراهيم بن محمد بن سلمان المهندي. يا هلا ومرحبا فيك وصبحك رب الخير وكل عام وانت بخير. كل عام وانت طيب. عيد الله عليك سيد بخير ان شاء الله. يعود عليك السنه وكل سنه ان شاء الله. الوالد يا ليت تتحدثنا عن اجواء العيد واذا عندك تهنئه توجهها. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبه عيد الاضحى المبارك ازف احر التهاني والتبريكات الى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى حفظ الله ورعاه وإلى سيدي وإلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ حمد الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني حفظ الله ورعاه وأطال في عمره وإلى أنجاله الكرام وإلى الشيخ وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد الثاني نائب الأمير الموقر وإلى حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني حفظه الله ورعاه وإلى أمتنا العربية والإسلامية وإلى أهل قطر جميعا وكل عام وأنتم بخير. كل عام وهم بخير وأيضا دعوة موجهة للجميع إن شاء الله. الوالد حدثني عن العيد قبل والحين شو الفرق؟ العيد قبل طالت عمرك التواصل فيه أكثر من الحين. حلو.
الناس تتواصل في بعضها بعض لليوم الثاني من العيد. الحين وقتنا ذي يصلي عقب صلاة العيد بساعة ما تشوف حد. أذكر لك أنا كانوا عندنا الشياب يروحون القرى المجاورة حق الخيرة، يعني ماشي. تبعد عن الخيرة حوالي 5 كيلو 7 كيلو، لا يروحون في بقياكم في البادي يركبون شياب ما شاء الله. أنا لحقت عليهم عاصرتهم ما شاء الله، يعني كله من زود التواصل اللي بينهم. شياب ياخذون معاهم عيالهم، ياخذون معاهم بناتهم، يروحون حق اقربائهم اللي في القرى المحاذيه الذخيره. حتى لو كانوا بعيد يروحون بعد؟ يروحون والله في سيارات بياكم اقول لك، مدار 59 مدير، وراكبين في البادي والطريق غير محبط طريق. الحين الامور يعني تغيرت، تطورت. الحين الامور تغيرت، سيارات مكيفه وسيارات جديده. او يتواصل لك مالك الحمد لله شكر ويبها لك هذه. والوصل جليل. هم يتواصلون بشبكة التواصل الاجتماعي هذه كلمتين ثلاث، يعني كسران لا يوصل يعايد ولا هذا. هذا الفرق الأول عن الحين، ولا بعدها أشياء وايد يعني. الله يعطيكم طولة العمر يا رب. زين والد العيدية قبل عن الحين شو اللي يفرق؟ نفس الشيء كانوا لا والله الصبح. مثل ما قلت لك التواصل فرق عن أول. تعياد العيال يمرون على البيوت يأخذون إيه العيال؟ لا العيال الحين ما زالت، لكن عياده اول غير. بس فرق الفلوس. إيه فرق الفلوس. إيه أنا قلت لك فرق الفلوس. بسبب الأول. تسوي شغل يعني. عندك يعني ربع ريال يفرح به اللي يعطونا إياه فرح ما يتصور. أحيانًا لو تعطي 10 يقول لك ما تكفيه. يا مثلًا 50 ولا 100 ولا تجيب لي آيفون. بالإضافة طالت عمرك لما يعايدون ويدورون على جماعات معي. هاي بتكلم معك أنا عن عيد الأضحى. زين. في عندنا شياب الله يرحمهم الحين توفوا، من يصلون العيد كل واحد ذا سكينه وتم يدور على البيوت اللي عنده ضحيه ضحيها عندي وعندك وعند الثاني لين يخلصون البلاد. الحين في وقت نديه عندك ضحيه تدور حد يبي يضحي ما تحصل، فهاي يعني اصبحت معاناه حق اللي بيضحي. ثاني شيء طالت عمرك وقت الغداء، وقت الغداء بيتجمعون كلهم كفريج يا تحت ظلال المسجد يبسطون كلهم كلهم يجيب غداه من بيته فيتغدون مع بعض ويستانسون مع بعض. واللي بيروح يعايد عقب، واللي بيصلي الظهر ويرتاح له شوي عقب يروح يعايد. يعني ما بس ساعة وانتهى العيد. حلو. لا اليوم ثاني يوم ثالث. الله يعطيكم العافية. إيه نعم. عبد الله عندك كلمة تهنئة توجهها قبل أن نختم هذا اللقاء. والله نعم. بمناسبة العيد الأضحى المبارك أحب أرفع آيات تهاني وتبركات لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الله يحفظه، ولا الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، ولا الشعب القطري والمقيمين على هالأرض. الله يعطيك العافية عبد الله، وعيد الله عليكم مبارك. عساك من عواد. طبعا هذا كان كل اللي عندنا من مجلس الوالد إبراهيم بن محمد بن سلمان المهندي في الذخيرة، وكل عام وانتم بخير وعيد الله عليكم مبارك. والله يحييكم ومحالكم كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله، ويعوده الله علينا عليكم الخير والبركة. العيد فرحة ويمعة أحباب كبار وصغار. خلونا الحين نشوف أجواء العيد وفالكم طيب. طبعا احنا بننتقل حق الشحانية؟ نعم، لا يمكن مو بجاهزين الحين الشحانية، لكن مثل ما قلت مبارك على كيفك، تبي تروح رويس الشمال اي مكان ما عندنا مشكلة. لا اليوم الله يرحم والديك ابدا، توكل على الله يا مبارك. نروح الشحانية؟ توكل على الله. بس فالك طيب، خلونا الحين نشوف اجواء العيد في الشحانية ومع خالد رويلي فريق قناة الريان موجود ويا اخونا ابراهيم بن علي. الله يمسيك بالخير، الله يصبحك بالخير، والعيد عليك مبارك يا ابو علي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وكل عام وانتم بخير، وعيد الله عليكم مبارك. في هذا اليوم المبارك ننقل لكم اجواء العيد من منطقه الشحنيه، وبالتحديد من مجلس اخوي خالد جليل الرويلي. عيد الله عليك مبارك يا ابو. اهلا وعليك يا مرحبا. الله يطول عمرك ويسلمك. وفهد العيد اكيد فرحه للجميع، شو يمثل لك هذا اليوم مبروك؟ والله العيد يمثل طبعا اول شيء جمعه الاهل نعم والاصدقاء، ويمثل لنا طبعا هذا بالنسبه لعيد الاضحى للمسلمين كافه. صحيح. فالحمد لله كل عيد الحمد لله فيه تجمع وتزاور الاهل. نعم اي نعم اي نعم والحمد لله. وش ابو فهد اللي تحرص عليه في يوم العيد؟
والله بالنسبة لعيد الأضحى، نعم، أول شيء طبعاً نروح نضحي الأضحية، عقب ما نخلص من الأضحية نروح للوالد والوالدة، نعم، وعقب ما هم البركة أكيد، هم البركة، وعقب ما نروح للوالدة نسلم على الجيران، نعم، وعلى الأهل والأقارب، والحمد لله. متى تجتمعون في المجلس؟ والله بعد ما الأضحية، بعد ما هذا نجتمع على طول، نتجمع في المجلس، وفيه طبعا فطور نسوي للجماعة وللأهل. أشوف واحد من الربع من ساعة يوم جيتكم يقول أنا جيت الصبح ما عينت حد. إيه العالم كلها مشهورة، كلها اللي يضحي واللي، وكان والله الوالد موجود، نعم، لكن الظاهر أنهم يشوفون من يدخلون المجلس ما يشوفون أحد ويروح. إيه صح، نعم. سعود عيد الله عليك مبارك. عليك إن شاء الله. سعود، العيد الأول والعيد الحين، علمنا الاختلاف اللي صار بين. والله اختلاف كبير، العيد الأول تقريبا أفضل شوي، ايه؟ من ناحية العالم تزور بعضها، لكن حاليا طلعت وسائل التواصل الاجتماعي، نعم، فبعضهم خلاص عن طريق الجوال يعايد الناس. هي زينة بعد، لها مزايا ولها وسائل تواصل اجتماعي، تقدر تتواصل مع البعيد اللي ما تقدر توصل، نعم، ولا لقيتك موجود المفروض انك تحضر، ولا هي صارت على اللي قريب بعد هنا، صحيح، صار عن طريق الجوالات. ويمكن بعد بعض الناس خبر عنده دوامات، هذا اللي ما يقدر، ما يقدر يتواصل وياك اليوم، عنده دوام معذور، نعم، لكن ما عنده دوام، في بعضهم صار تقريبا على وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. سعود، تذكر العيديات الاول؟ اي نعم. عطنا تجربتك ويا العيديه، شو تذكرها من ذيك الايام؟ والله كانت تقريبا العيديه بسيطه، تقريبا ريالين 3 ريال بس، نعم، كانت لها قيمه وقتها، لكن حاليا زادت العيديه، زادت العيديه، هاي من حظ الصغار اللي موجودين. اي نعم، ما لحقنا عليها. والحين تعطيهم ريال ما يرضون به، ما يبغي. لا لا، الحين من 10 وفوق وانت مروح، حتى اللي ما يعرف الخمس العشرة يعرف الصورة، الصورة ما عاد يبغيها. أكيد جمعة الأهل أبو فهد تحرص عليها أنت يوم العيد، أكيد، أول ربع الموجودين ما شاء الله المجلس متغوص، أكيد، يجونك من كل مكان، ما هم من نفس المنطقة، لا لا، من كل مكان، عندنا المعيذر، الريان، أم الصلال، نعم، يوصلون، يوصلون، نعم، فيه لنا جماعة ولنا أهل وأصدقاء، وطبعاً القبائل كلها مع بعض الحمد لله. صادق، زملاء عمل، نعم، سواء، نعم، أصدقاء، نعم، سواء جيران، نعم، تجتمعون، نعم، تجتمعون على وجبة؟ نجتمع على وجبة، نعم، حنا الحمد لله عندنا عادة، نعم، إن كل عيد أضحى نسوي فطور، نعم، على الساعة 10 نعم، كذا للجماعة، طبعاً فطور لحم من خيرها غدا العيد، غدا العيد، غدا العيد على العشر، يعني يسويه على العشر، عساها ما تنقطع العاده الطيبه. اكيد ابو فهد ذكر اخوي سعود عن وسائل التواصل الاجتماعي، نعم، شلون تشوفها اثرت في العيد؟ والله اثرت كثير، من ناحيه الحين، قبل كان اذا ما يعني تتصل فيه تلفون، اول ما كان فيه طبعا تلفونات، فيه انك تروح له تعنى له، نعم، تجيه لبيته وتسلم عليه ولو انه بعيد، وحتى يمكن تسافر برا قطر، نعم، علشان والله تسلم، نعم، على واحد يقرب لك، اما، نعم، ولد خارك ولا ولا هو بشرط في يوم العيد، ايه، نعم، يمكن، ايه، 3 ايام هذه كلها عيد. اي نعم، اي نعم. والحين لا والله في هالمسجات، نعم، هي بس ترسل له وخلاص انك اديت المهمه اللي عليك، نعم، تعتبر انها مهمه يعني، ايه، لا كان اول حرص، واجب، لا واجب، ايه، حرص، حرص اني والله اروح الولد عمي، اروح لاخوي، حتى الاخوان بعد نفس الشيء، نعم، صادق، ايه، فالحمد لله، لكن فيه بعض الناس فيهم البركه لا زال، ايه، اكيد، ايه، نعم، اكيد. الحين ابو فهد، بعض الربع والاخوان والجماعه في الحج، نقول، نعم، الله يتقبل منهم، نعم، صحيح. الأول في عادة طيبة، نعرف أن البيت هذا فيه حاج لحطوا علم، صحيح، الحين مهم موجودة، لا والله ما هذه اندثرت، نعم، إيه، ما سبحان الله، أول أبد فلان تعرف أنه حاج وتنتظره يوم يجي، صادق، إيه والله تنتظر،
وعليه وله علامه البيت والله هذا هذا حاج الله نعم ويصير دايره بين الربع كلهم لكن الحمد لله صحيح الحمد لله نقول الله يتقبل في تطور حتى في اسلوب الحج في تطور صحيح صحيح الله لا يدينك وعيد الله عليك مبارك يا ابو فهد بس نبغي نهني طبعا طبعا نهني جميع المسلمين بمناسبه عيد الاضحى المبارك ولا ننسى طبعا نهني سمو الامير الشيخ تميم بن حمد ال ثاني وسمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه ال ثاني وعموم الشعب القطري الكريم والاهل والاصدقاء وجميع كافه المسلمين جزاك الله خير والله يطول عمرك عمر الحاضرين كلهم نعم مشاهدينا الكرام كان هذا لقانا مع ابو فهد خالد بن جليل الرويلي من منطقة الشحانية في مجلسه العامر ونعايد عليه ونعايد على جميع الموجودين هذا كان كل اللي عندنا من الشحانية والكلمة عندكم في الاستوديو شكرا يا إبراهيم ونمسي على ونصبح على هالمجلس خالد الرويلي والجماعة اللي معاه ونقول لهم عيدكم مبارك وهذا مشاهدين قناة الريان اللي احنا نبي نواصل لكم ونحن نكون معاكم في كل مكان يعني حاولنا نطلع معاكم اليوم من الخور ومن الشحانية ومن كذا منطقة وكل عيد إن شاء الله ومن الريان وإن شاء الله كل عيد راح نطلع معاكم بإذن الله من أماكن مختلفة من دولتنا الحبيبة دولة قطر وإحنا نذكركم نحن نستقبل معايداتكم وتهانيكم واتصالاتكم خمس أربعات نعم واحد ثمانية واحد واحد ثمانية واحد لا أنا ما أحفظ الأرقام بس يا خالد يعني نقول حق أخونا إبراهيم بن علي بيض الله وجهك ولا يهون الله لا يفرقهم إن شاء الله الله لا يفرق هالقطر كلهم يعني الحمد لله هذه ميالسنا الحمد لله وهذه اللي تربينا عليه وتعودنا عليه طول عمر الشيبان يا رب الحمد لله رب العالمين احنا الحين نبي قصيده الحين بالطلب اللي انت تبغيه لا انا بقصيده اي الطلب هذا من ابو سيف لكن الطلب من نعم من حمد انا ابغي قصيده الناس مهمها وش كان مقلقني خلاص على ايش على مسؤوليتك على مسؤوليتي روح مره على مسؤوليتنا كلنا ما عليك روح حلو الكلام الناس مهمها وش كان مقلقني الناس تبغى القصيدة وتترك الباقي وهذا هو اللي مع أخلاقي موهقني لجيت بكتب همومي لجيت أعماقي الله والهاج سلي من البارح معلقني على دروب السهر والضيق والشاقي انقلت هات القلم مهوب معتقني وانقلت خلى القلم ما يطلق وثاقي أدور إرضاه لكنه يضايقني طبعه يحب الزعل ويدور أحراقي أبواب طقيتها وأبواب تطرقني وبواب من قبل جهة تنكسر ساقي في بعض الأحلام ما ربي موفقني أموت عطشانها وتموت بحداقي حتى كذب الشعر عيلا يصدقني من كثر محكي عن جروحي وعشاق ويا ليت فاضل ورق بكره يطوقني بل نظمته من إبداعي على أوراقي خاطي قصيدة تجي مرة تعانقني تشرب قراح الغرام عباقي نياقي احطب لها من ضلوعي لين تحرقني تستوعب اكبر همومي وابعد افاقي والناس ما همها وش كان مقلقني الناس تبغى القصيده وتترك الباقي هذه القصيده على فكره بالدرجه الاولى موجهه للشعار الشعراء جدا يعني البيت هذا يمثلني انا كشاعر يمثلني صح الله لسانك صح لسانك يا ابو سيف دور رضاه الله يطول يا ابو سيف ولا دور رضاه لكنه يضايقني طبعه يحب الزعل ويدور احراقي ابواب طقيتها وابواب تطرقني وابواب من قبل جهه تنكسر ساقي سلام صح لسانك ابو عبد الله سلام صارت لك سالفه في بريطانيا كنت انت في لندن والله سوالفك وايد سالفه كلها عندي سالفه اللي في بريطانيا وسالفه القلم وسالفه القلم ده بعده سالفه عم القلم هذه والله يسال ايش فيكم علي يقول ايش فيكم عيد وخير في لندن والله كنت مسافر مع الربع تمشيه حج وحاجه كان عندنا غرض حلو يوم من الايام الصبح والنيه طيبه النيه طيبه هذه واقف عند البوست اوفيس واحد من الربع اللي معي ياخذ الاغراض واقف عند العائر الثاني وعلينا برد فجيت في العائر ووقفت وقعدت اصور وكنت اجر صوتي على فعل يا الربع غمض فتح الشرطه والعالم والدنيا العلم وشو انا مسوي يا اخي انت رهن تحقيق
قلت شو وقفناه ولا تصور تعرف المبنى هذا؟ قلت والله ولا دريبه، اول مره اجي في حياتي الشارع ده اصلا. الله اكبر. الوكاد اسمع القصير. وش المبنى طيب؟ والله اني ما ادري لليوم وش هو، بس الوكاد انه انه شيء خطير. يقول هي سوقه يا رجل. يقول يا طويل العمر في لندن اللي جوها ما هناني، جرت علينا من تصاريف الاقدار، امشي وربعي في المخاوه وزاني، برد وسمى لندن على طول مطار، وجريت صوتي يوم شوقي خذاني للديره اللي حتى لو جوها حار، قطر مكانتها بوسط المحاني حتى حصاها بعيني زروع وانهار. وفي ركن مبنى ما هو ركن يماني، لا والله الا ركن بدياره كفار، صورت بالجوال بعض المباني والجو غيم وضفت للصوره اشعار، واربع دقائق عادني في مكاني الا الحرس من حولنا دار مدار مدار، انا اشهد به علم والهم جاني، حطوني ارهابي بلا سابق انذار، قال انت صورت المكان الفلاني، مخابرات وموقع ضمن الاسرار، من اي حزب وقول ما دمت جاني انت برهن تحقيق غازي الدار، وغديت بلبل انجلش في ثواني. ما شاء الله عليك زود، كل ما درسته بانجلش جاك مدرار، ثم فكني ربي عقب ما بلاني والقلب هدى عقب ما كان محتار. يا مسافر لندن، يا مسافر لندن الى روح تعاني، اخذ النصيحه دام للنصح معيار، لا احد يصور فيه طريقه مباني، صور سما صور سحب صور اشجار، لو جاك شيء يوم صورت جاني تناقلوا علمك قنوات الاخبار. سلامتكم. صح زهرك. الله يصحك. قصيده يمكن تعبر عن موقف أنا حمد، يمكن يعني موقف صار بسوء تفاهم. الله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. احنا نقول لك الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا ربي. ومره ثانيه هلا هلا عليك بالنهر، عليك بالورد، عليك صور خالد يا مال الزين. ان شاء الله بسافر معك بصور طيره فعل فعلا طيب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بغوا يودونك قنت ناموا. قنت ناموا؟ ماشي الصوره. بس احنا يعني يمكن وصلنا لنهايه تغطياتنا ونهايه الحلقه، لكن نعطيك المجال لكلمه اخيره. عيد على هالقطر وعلى حكومة قطر، وبيض الله وجيكم يا قناة الريان. هذا الساعة المباركة. وعساكم على قوة. الله يجزاك خير. والله يطول عماركم ومنها إلى أعلى إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. عبد الله. يعطيكم العافية وعيد الله عليكم مبارك، وجعلكم العايدين، ويعني إلى كل المتابعين. قناة الريان تتعب. مصورينها يتعبون، هذا واجب يا حبيبي. والكادر واجب. يتعب، والمذيعين وراهم شيبان، وراهم عمات، وراهم خالات، وراهم صله رحم ما جاهم لاجل خاطركم لاجل رضاكم. يقول لك المنتجين، انا المنتجين ومنتجين بعد. فبيض الله وجيهكم. شهادتك فينا مجروحه يا مبدا. احنا يمكن نجي شوي ونروح، لكن انتم تتعبون اكثر في الاعداد والتقديم وغيره. الله يبيض الله وجيهكم ورايتكم بيض. وجهك ابيض، وجهك ابيض. احنا معاكم مره، واحنا استمتعنا معاك. الله يطول عمرك. عندنا بعد دعوه لك يا ابو عبد الله انك تكون ويانا ان شاء الله مع الطاقم. أبرك السلام. نبغيك مذيع تكون. أنا يعني موجود مع الريان، تبغوني مذيع. بندربك وبنجهزك وسمعتين. مدرب جاهز. نروح الحدائق. أبغيك خوي. خلاص. يا مرحبا. أبرك السلام. الله يحييكم. مشاهدينا العيد وصباح العيد مستمر معاكم، ودوري أنا وأخوي ناصر انتهى، وبعد شوي تستكمل معاكم أختنا خلود مطر، وكل عام وأنتم بخير. وهذه الأغنية من العايدين نهديها لكم بصوت فنان فهد الشبيسي. ونقول لكم كل عام وانتم بخير والله يحفظكم. ومن العايدين من العايدين، ومن الفايزين من الفايزين ان شاء الله. ومن العايدين من العايدين، ومن الفايزين من الفايزين ان شاء الله. ومن العايدين من العايدين، ومن الفايزين من الفايزين ان شاء الله. احباب احباب، اخوان اخوان اخوان، احباب احباب.
أحب العيد أنا وايد، أحب أجمع وايد فلوس. اليوم العيد وأنا فرحانة وايد، والله يعود علينا وعليكم بالصحة والعافية. أحب أهني أمي وأبوي وايد، وأحب جدتي وايد، عساكم من عوادة. اليوم العيد كل عام وأنتم خير. قطر وهالقطر، واحب امي وابوي وعساكم العواده. عيدكم مبارك، عساكم العواده. عيدكم مبارك، عساكم العواده. كل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الاضحى. كل عام وانتم بخير، عساكم العواده. اهني امي وابوي، واهني كل المسلمين، واهني شيوخ قطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم عيد وفرحة ومبارك عليكم العيد مشاهدينا ومستمعينا، وتقبل طاعتكم بالأجر والثواب واستجابة الدعاء. والحجاجنا نقول لهم حج مبرور وذنب مغفور، وترجعون لنا بالسلامة إن شاء الله. وبهذه المناسبة ترفع قناة ريان أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، واسمه الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والحكومة الرشيدة والشعب القطري. وطبعا أجواء العيد معاكم في أول صباح عيد، وطبعا معاي مشاركيني صباح العيد ضيفاتنا من عليمين مريم الحمادي. يا هلا ومرحبا فيك. يا هلا ومرحبا فيك، وانت بخير وصحة وسلامة. ومعلي يا هلا ومرحبا حبيبتي، الله يعطيك العافية وكل عام وانت بخير. وانت بخير. معنا جاسم اليوم، معنا جاسم العمادي بعد اليوم بيكون ضيوف إن شاء الله في صباح العيد. وبما أن نتكلم عن أجواء العيد، وأكيد العيد طلعات أهل في هذه الأيام الجميلة والأجواء بدأت تزين، وبنعرف معاكم أكثر شلون الأجواء بتكون إن شاء الله خلال عيد الأضحى المبارك. ومعنا عبر الهاتف كبير متنبئين بالأرصاد الجوية عبد الله الحداد، ومبارك عليك العيد. الله الله يبارك عليكم ان شاء الله، وعيدكم مبارك، والله يعود عليكم بالصحه والسلام ان شاء الله. امين وياك ان شاء الله. وبشر ان شاء الله شلون الاجواء هالايام. والله اجواءنا طيبه ان شاء الله، ويعني ايام العيد هذه، طبعا ايام العيد هذه تيجي في شهر 9، يعني احنا الحين في نهايه شهر 9،
درجات الحرارة تبقى في معدلاتها الطبيعية. يعني هالأيام احنا في نهاية الثلاثين تقريبا 37-38 درجة مئوية، يعني حتى نحس بالأسعة الشمس الظهرية شوية، يعني الأسعة خفيفة حارة بس النزين يعني ها في هواء. ايه ولكن يعني يمكن احنا إذا نلاحظ العيد اللي فات عيد رمضان كان في شهر 7 تقريبا في 17/7، واذا لاحظ درجه الحراره من 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 عيد رمضان لعيد الحج تقريبا فرقت 10 درجات. يعني كنا احنا في اول ايام العيد مال رمضان كانت الحراره تقريبا 47 او 48 درجه مئويه، وفي بعض المناطق وصلت 49 درجه مئويه. اما هذا العيد ان شاء الله درجات الحراره كلها في مستوياتها الطبيعيه اللي هي في نهايه الثلاثين بدايه الأربعين. هو طبعا اكيد ان الهواء شويه يحسن الطقس اكثر، يعني والايام هذه ايام ركود في الرياح، ومعظم الرياح تكون شرقيه بحريه رطبه نوعا ما خاصه في الليل، ولكن حتى احساسنا احنا بالرطوبه هذه ما راح يكون موجود بالصفه العاليه مثل ما كان في شهر 8. طبعا الاجواء الايام هذه اجواء جدا جميله، يعني خاصه من بعد المساء الجو يتحسن كثير ويصير الجو صحو كثير، ودرجات الحراره تكون معتدله، واعتقد حتى اللي يكون يبقى يطلع بيروح مناطق سياحيه او بيروح مناطق يتمشى على الكورنيش او في كتارة او مناطق جدا جميله عندنا. اعتقد الجو جدا مناسب هاي الايام. اما بالنسبه للي حاب انه يدخل البحر والايام هاي ايام اجازه والبحر الايام هذه ايام ركود في سرعه الرياح، اعتقد انه ما في تحذير، يعني الجو جدا مناسب وجدا جميل، واتمنى للجميع ان شاء الله اجازه سعيده وعيد سعيد للجميع ان شاء الله. يعطيك العافية، بس ما بشرتنا في مطر إن شاء الله فيه ولا ما فيه؟ والله الأيام هذه حتى الأمطار اللي بتصير أمطار محلية، يعني ممكن تتكون على المناطق الشمالية، يعني صوب الشحانية صوب الجميلية أو المناطق الجنوبية، يعني من قريب أبو سمرة المسعيد هذه المناطق ممكن تشهد، ولكن أنا أشوف هاي الفترة فترة هدوء شوية في الطقس، وكأنه يعني حتى فرصة تكون السحب هذه فرصة ضعيفة، ولكن هي غير مستحيلة، يعني ممكن تتكون في أي لحظة ممكن تتكون، ولكن أنا أشوف بالشكل العام أن هي فرصتها فرص تكونها يعني ضعيفة الآن. يعطيك العافية، ويعني نشكر اتصالك وخذنا من وقتك في صباح العيد، وكل عام وانتم بخير. ومشاهدينا ومستمعينا نستقبل أكيد معايداتكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة 4818، إذا ودكم تعايدون أحد أو حتى تعايدون أحد من ضيوفنا تقدرون تكلمونا. وخلنا نسولف عن العيد بما أننا تكلمنا عن الأجواء الحلوة، وإن شاء الله الفعاليات موجودة في أكثر من مكان، في سوق واقف، في كتارة. دائما نستضيف مريم الحمادي يعني بشغلة تخص يعني المواضيع الصحية أو خلينا نقول الوظيفة، بس أحي مريم الحمادي كأم ما تروحون في العيد. والله العيد يا خلود في البداية هو فعلا هو بعد بنربطه بالصحة ما ينفصل ترى. بس بالفعل فترة العيد هي فترة الأسرة، هي فترة الالتقاء مع الأهل، يمكن إحنا طول فترة العمل تلهينا الحياة من الشغل، أيامنا الطويلة هذه تصير ساعات قصيرة وإحنا في بين اجتماعات وبين واجبات وبين، فتلقين نفسك أن أنت فعلا تفتقدين يعني هذه الساعات، وبالتالي لما يكون عندنا مثل وقت الأعياد بالفعل أفضل شيء أن الواحد بالذات صبح العيد الجمعة البيت العود، صح عندنا بيوتنا نفتح مع بسترنا، ولكن البيت العود يعني البيت اللي فيه أم ولا أبو الله لا يخليهم منهم، يعني يستثمرون فترة حياتهم يتجمعون عندهم. يعني بعد اسمحي لي خلود، مش واجب انه الصحة، ولكن فعلا هذه من العادات الجيدة اللي الواحد يسويها، لان جمعة الأسرة هذه لها اثار نفسية ممتازة على صحتهم على نفسيتهم، سواء كان على الابناء حتى واحنا كبار احنا لازلنا ابناء، والدينا هذه صحتهم النفسية تتحسن بزيارتنا وجلستنا معاهم. طلعتنا واجبة وموجودة، طبعا مثل ما تفضلتي تنبؤات الجو أتأكد أن الجو قاعد يتحسن، أفضل نحن نطلع أماكن مفتوحة نشوف قطر، طبعا يعني يمكن شيء اللي أحيانا يحزن نحن لما نسافر نروح كل مكان في البلد اللي نسافر لها، بس قطر فيها من الأماكن، فيها من المناطق، فيها من المدن اللي حتى عيالنا يمكن ما يعرفونها، بالتالي يعني يمكن من الأشياء الجميلة اللي ممكن نسويها أن ننتقل من حتى من المدينة اللي احنا فيها، هل الدوحة خلي يروحون الخور، هل الخور خلي يروحون الوكرة،
خلينا يعني ننتقل داخل الدوحة الجمالية الجميلة، يعني المناطق اللي هي في قطر برا هذا. استكشف دوحة تلك ما تعرفها أول مرة تجيها. بالفعل ترى فيها أماكن عجيبة، أنت لو تطلعين تشوفين مثلا مولات فقط اللي داخل الدوحة، مولات كبيرة داخل الخور، مولات كبيرة، محلات كبيرة في الوكرة. المناطق اللي خارج قطر الطبيعة الجميلة فيها، حتى البر حلو، يعني برنا ما شاء الله عليه، يعني البحر الإعداد، يعني أنا أقول مو بحكر للشباب، خلي الأسرة تروح تستمتع. فبالفعل يعني ممكن بالإضافة أن الأسرة أولا نقول، بس إذا في فرصة بعد أن ما تكون حتى طلعات الشباب من الأشياء اللي خلود نشوفها في فترة المناسبات والإجازات والأعياد، أن الأسرة شوية تطلع جزئين، جزء الأسرة وجزء الزوج والأصدقاء. ما في مانع أنه يكون في هذا النوع، لكن ترى الأسرة فيها كأنها بعد أسرة تحتاجينها. عندنا طيب اتصال. ألو مرحبا، صباح الخير. السلام عليكم. صباح العيد، معنا محمد من العزيزية. كيف الحال؟ كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحة وسلامة. حاب تعيد أحد؟ العيد و... تفضل. للجميع إن شاء الله كل عام وانتم بخير، والله يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك. مع السلامة. أكيد نورتنا باتصالك، واللي أكيد بعد وده يتصل ويشارك يا هلا مرحبا فيكم. وخلنا نسالف مع الخير والبركة حبيبتي أمهاتنا. أم علي شلونك؟ الله يرضى عليك حبيبتي، طول عمرك. شلون العيد معك؟ والله الحمد لله العيد حلو. شلون عيد قبل وعيد الحين؟ والله أحس أن عيد قبل صراحة أكثر يعني الأسرة ترابط وأكثر يعني حميمية، الحين اختلفت بوجود يعني التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي. قاعدين ويا بعض وكلن مع تليفونه. وكلن مع تليفونه وكلن مع الواتساب. هاوشين هابين ما لقعدوا وتعبتهم في تليفوناتهم. والله يعني احنا ما لنا مجال نشوفهم ولا نسلم عليهم ولا هذا، بعدين يقول لك يعني ما في أماكن نروح لها، فعلى طول الشباب تعرفينهم يقومون حق صلاة الفجر صلاة العيد، وبعدين يقول لك احنا نبي ننام خلاص ما عندنا مكان نروح له. بالعكس الدوحة يعني تجمع وزيارة الأهل، واللي ما شفته من زمان تروح تزوره، وصلاة الأرحام، ويعني أشياء كثيرة تقدر تسويها في العيد. يعني العيد فرحة، العيد تجمع، العيد صلاة رحم، العيد أشياء كثيرة. صحيح. جاسم وين تحب تروح في العيد؟ بيت جدتي. عيدوا عليك لحين؟ لحين. ما يمعت ولا شيء؟ لحين؟ طيب خلينا نسولف عن فوالات العيد، يمكن عندنا شوي من الحاضر والقديم نوعا ما، خلينا نقول بعد. فمريم شلونك مع فوالات العيد؟ شو تحبين الاشياء اللي تحبين تاخذينها؟ هو عشان ما اصير مثاليه، البعد عن المثاليه في يوم العيد ما راح اقول لك، بس يعني اذا انت تتكلمين عن فوالات العيد خلينا نتكلم عن كيف نتعامل احنا ك ناس طبيعيين الحين في المواسم الافراح من الناحيه الصحيه الظاهر. والله هي ناحيه يعني خلينا نقول اجتماعيه، النواحي الاجتماعيه اللي احنا عندنا ما نقدر نغيرها. يعني حتى لو رجعتي ام علي احسن مني في هالسوالف، تقولنا انه يعني فوالات قبل هي للقيمات والخبيص والبلاليط والبلاليط والخنفروش والقيم كل هالاشياء فوالات العيد كلها القديمة. طبخ البيت يا ام علي. اي والله طبخ البيت، وناس يسوي لك الهريس من صباح الله خير ما شاء الله من الساخن الحلو. اي والله والغدا يكون بعد مبكر، يعني يكون من الساعة 10، يعني إذا ما الساعة 10 تلاقين العالم خلاص قفضوا وقاموا. صدق. فيعني فوالة العيد حلوة وبدت سوالفنا معاكم تحلو، ونسولف عن فوالة العيد وغدا العيد بس عقب الفاصل. مشاهدينا انتظرنا. ورجعنا لكم مشاهدينا، أكيد في انتظار اتصالاتكم 4-1-8-1. وخلنا نكمل سوالف مع ضيفاتي. كنا نسولف عن الفوالة، ففوالة أول أحلى؟ فوالة أول أحلى، طبخ البيت وشغل البيت، والمرة يعني تتابع كل شيء بنفسها، وتحط الفوالة وتحط المواعين والأغراض. قبل شو يسوون غير نفس ما قلتي الخنفروش والبلاليط؟ والقمات وبلاليط وخبيص واهم شيء الغداء الوهل قالت الهريس. الغداء من وهل. اي والله الغداء من وهل. الساعة كم يعني؟ يعني 10، اللي ما يلحق على الغداء خلاص راح عليه. 10 توهم العالم تريق احنا. اي الجديد قبل الغداء. اي الغداء اول يعني من وهل ما شاء الله، وحار وطبخ البيت الحين كلهم ما شاء الله عليهم يحجزون في الاماكن يعني في المطابخ اللي برا. يعني غدا البيت طبخ البيت احلى طبعا. وهو حالاته يعني مثلا الام اللي طبخت
البنات عندها بنات يساعدونها وانطع ويعني تحسين ريحه في البيت حلوه والذباح ويعني ذباح البيت ويعني اشياء حلوه. على طاري الذباح وبما انه يعني العيد وعيد الاضحى واحنا نسميه عيد الحجاج. عيد الحجاج شلون العيد كان قبل؟ والله العيد قبل يعني مثل ما قلت لك يعني عيد تراحم، عيد يعني زيارات، يعني ما تحسي مثلا ان هذه مخاصم ذي ولا هذا مخاصم هذا، لا ينسي كل شيء الزعل. شكر الله الشيء اللي تطري عليك ودك انه مثلا يعني ما راحت عن بالك ودك انها تصير الحين. والله ودي انا يعني ان الشباب والبنات وهاي كلهم يزورون يعني اهلهم اكثر، لان الحين صار ما في تجمع، يعني الحين الناس او الشباب ياخذون اغراضهم او يسافرون، يعني يقولون اجازه بنروح نسافر. انا افكر اقول يعني لا، احسن يقعدون في البلد يزورون اهلهم يزورون اقاربهم. احنا على حياه ابوي الله يرحمه كان ياخذنا كلنا واحنا بنيات ويودينا نزور حتى الزعلانين منه. اي والله هذا واجب يعني على كل اخوات الزعلانين منه، هذه اراضيهم في العيد يستانس معاهم. يعني العيد فرحه وفي نفس الوقت رضا حق رب العالمين. فعلا اذا انت ترضي رب العالمين بتزور الناس الزعلانين، بتودهم، بتشاركهم فرحتهم. هم يعني حتى تعلم عيالك على تعلم عيالك على انه يزورون، انه يواصلون رحمهم حتى لو انه مثلا انت موجود ولا ما موجود في هالدنيا. يعني العيد فرحه، العيد انت تزيل كل هالاشياء، الخصومات كلها تروح، الزعل كله يروح، صله الارحام احسن شيء يعني في هالدنيا. جاسم تغني الصبح يوم تروح عند العالم تعيد عليها؟ شو تغني؟ ها؟ شو تغني؟ زين خلينا نسمع هالاغنية من صوت فهد التبيسي ونرجع. عيسى العيد هلو وتبارك واسعدنا والله بقدومه، يا ربنا فيه انت بارك وعلينا كل عام يدومه، وعلينا كل عام يدومه. العيد مو بس فرحة ولا تهاني القرايب، العيد فرصة تصافي ما بين كل الحبايب، ما بين كل الحبايب. العيد هلو تبارك واسعدنا والله بقدومك، يا ربنا فيه انت بارك وعلينا كل عام يدومك، وعلينا كل عام يدومك. العيد مو بس فرحة طبعا احنا قاعدين نشوف اغنيه عيسى التبيسي مع عيسى فهد اخوان، وقاعدين نسولف مع ضيفاتنا وكنا نسولف عن الحجاج. نقول قبل يعني كان لما يرجع الحاج كان يعلقون العلم، يقول حطوا نشر على البيت عشان الناس تدري ان الحجاج وصلوا ويبتدون يزورونه ويباركون له بالحج، لان هذه شعيره كبيره. وتدرين في الظروف الصعبه اللي قبل كان مو بسهوله الانسان يروح الحج ويقدر يوصل، فلما يرجع كل الناس تتبارك ويكون يا ابو الصوغ او المراري والهدايا، وبعد بالمقابل يصير الناس تعزم بعضها يتجمعون تعرفين بفرحه قدوم الحاج. يعني يسوون له غدا يعني او يعني عشاء مثلا في كل بيت. نعم. يعني هله او حتى مثلا يرانه أصحابه أصدقائه يسوون له كل بيت يعني لازم، وهو إذا جاب الهدايا ما يجيبهم حق مثلا عياله أو مثلا اللي يعرفهم أو اللي يخصونه، لا يجيب للجميع
عيال الفريج كلهم يجون ياخذون المريه. حجاجنا اللي تسمعونا ها لا تقصرون فينا. ياخذون المريه والصوايه والاشياء يعني الحلوه الجميله. هي رمزيه فعلا يعني. اي واللي تعكس هذه الحلوه اللي تطلع مناظر مال مكه يعني هاي كل الاشياء كانت تتي ويعطونها لاهالي والاهالي ياخذونها بفرحه. الحين ما ادري يعني اختلف يجيبون بس حق الناس اللي يخصونهم يعني. سمعتها وحجاجنا لازم تجيبون حق الكل. بعد في يمكن الاشياء اللي صارت تصير الحين ان حتى الاطفال لما يعطونهم صح يفرحون فيها بس ما عادت مثل قبل ان الطفل يعرف يحافظ على الشيء. يمكن جاسم بيقول لنا جاسم لما يقول لك انت هديه الحج شو تسوي فيها؟ احافظ عليها. وش كثر تشوفها دائما؟ ايه. شو تعلم منها؟ اتعلم منها عشان اروح مكه ان شاء الله يا رب. ففعلا شوفي قبل يعني حتى الناس الكبار قاعد يقلب في الكاميرا اللي هي هذه ويشوف الصور والقلوب شلون يعني تذهب يعني من شعيره وشلون يتذكر اللي راح الحاج نفس الشعائر اللي عاشها. وبرجع اوديك للصحه خلود بالفعل ان هذه الاشياء يعني تعطي اللي هو رابط نفسي جيد للانسان يعني حتى اللحظات الحلوه اللي يعيشها مع الاهل اللي يعيشها في اماكن المقدسه كلها تعطي انطباع جيد عشان بعدين يقدر يسترجع هذا الشعور يعطينا يواصل يستمر. فحتى هذه لحظات العيد اللي نعيشها السعاده حتى ممكن يكون يوم طويل ولكن في اوقات معينه هي الجميله المميزه ذكرى ما في النساء. نعم وهذه لما انت تسترجعينها حتى وانت تعبانه تعطيك الطاقه المواصله أكيد. شعور النجاح يعني في نعم يوصل للطاقه الايجابيه وبالتالي هذه بعد يعني تسهم في التحسين اللي هو يلحق ان شاء الله بعد في باقي الامور. اول ما يبتطاري الصور انش تعطي انطباع حق اليهال فطرت علي الفعاليات اللي كانوا يسوونها في المدارس. فعندنا احد من يعني طلاب المدارس عقب الفاصل بنعرف شلون تجربته مع هذه الفعاليات اللي كانت عندهم. انتظرنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسمي احمد فضل من قطر. احب ابارك لكم بالعيد هذا وبعيد امي وابوي وهذي كلهم. احب اقول لكم كل عام وانتم بخير واسلم على اهلي وكل شيء. احب استانس في العيد وكل شيء يعني. احب اهني سمو الامير المفدى وسمو الامير الوالد الله يطول بعمرهم ان شاء الله. بس عيدكم مبارك وعساكم من عواده. كل عام وانتم بألف خير عساكم العوادة. أحب أسلم على خالتي وعماتي وجداتي. أحب أعيد على كل أهلي في العيد وإن شاء الله يكون عيد جميل على جميع أهل قطر. عساكم بالعوادة كل سنة وانتم بخير. أحب أعيد على أهلي وعلى كل قطر. يا حلوهم الله يحفظهم. وللحين احنا معايدين معاكم ومعايدة مع ضيفاتي في صباح العيد وخلنا نشوف معاكم هالغنية. ما يبون نحط الأغنية مو مشكلة بسولف مع ضيفاتي. طيب كنا نسولف مع جاسم أيام المدرسة عن الحج كانوا يعطونكم نفس الوسائل إنه يعلمونكم إذا بتروحون تحجون شنو بتسوون؟ طواف على الكعبة. قول لي. ركوب جبل عرفة. الدعاء جبل عرفة. حلو. يعني هالأشياء أستاذة مريم فعلا ترسخ في ذهن الطفل وتكبر معاه. التجارب وبالذات الأطفال في هذا العمر يتعلمون بالتجربة. يمكن هم يمارسونها بنفسهم الشيء اللي يمارسونه بيدهم أو الأشياء اللي هم بنفسهم يدشون في مجال خبرة. فالاستكشاف بالنسبة لهم مرحلة حلوة سواء كان يستكشف عن حتى لو في ساعات يعني الخلاف إنه يقول له مجسم ولا مش مجسم. مش هذه القضية الآن. القضية إنه هو ذا شاف الشكل نفسه يعرف هو بنفسه يحاول هذا وين شو اللي يسويه هني. مع الوقت هو يقدر يبني تصور عنده. هذا التصور يساعد إنه يفهم أشياء قبل. يعني الحين مثلا جاسم هو ممكن ما يكون عنده كل الرؤية واضحة بالنسبة له وش راح يسوي بس عنده بعض المفاهيم اللي احتفظ فيها. يعرف عرفات إنه هو راح يدعي هناك. يعرف إنه في الكعبة راح يطوف عليها. في مكان راح يصلي. بعكس انت لو لاحظتي يمكن في ناس وايد تروح بدون ما تكون مرت بهذه التجربه فتحتاج اكثر تستكشف حتى واحنا كبار. ففعلا الممارسات في الطفل والطفل احسن في التعلم فذاكرته تخزن هذه الاشياء ويرجع يستخدمها في وقت لاحق وتسهل عليه.
ويزيد خبرتهم انهم يتكلمون عنها، يعني كل ما صار في حوار يساعد اكثر. على طاري التعليم اكتشفنا شوي شيء مشترك بينكم. نعم الحمد لله، يعني انا فخوره جدا اني انا ابتديت حياتي العمليه كمعلمه، يعني انا تخرجت وكان في ماده يعني كانت جغرافيا. كنت تخصص جغرافيا. هذه العوامل المشتركه في الجلسه، وفعلا يعني انا كنت فخوره جدا اني كنت معلمه الحمد لله كانت، وفخورة أكثر أني كل ما أدخل ألقى بناتي متواجدين في كل مكان يخدمون البلد، وأفرح أكثر لما يقولوا لي أبلا أنت ذكرت درستينا، أبلا أنت ذكر واستفدنا من 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 الخبرات اللي أعطتيهم، يعني فهاي يعني أقول لك حتى خريطة قطر، خريطة العالم. نعم. يعني أي مكان حتى يزورون يكون عندهم خبرة سابقة عن المكان هذي، إذا كان مثلا شرق العالم غرب العالم. نعم. هالمكان شي يحتوي شي ايش فيه من اشياء جميله ممكن زيارتها. نعم. يعني كل هالاشياء ممكن تدرين، يمكن قبل شوي انت تدرين علم الجغرافيا ما يكتفي بس، يعني احنا مو بنروج لدراسه معينه، ولكن بقول لك انها خليط من علوم، يعني في الجغرافيا لان انت تدرسين الارض نفسها، تدرسين كل شيء عليها، تدرسين فيها مناخ ما تقدرين تفصلينه، لان الشيء اللي انت ساكنه فيه بيكون عندك مناخك، عندك اقتصادك، عندك تعامل الناس مع بعضها. حتى الجغرافيا تدخل في تركيبة السكان نفسها. نعم. اقتصاد السكان نفسهم، فالعلوم هذه المتداخلة هي في النهاية اللي هي تطلع حياتنا. يعني الواحد يقول دخل، لا هي فعلا الآن حتى في الوقت الحالي يعني ما عاد فيه تخصص منفرد. يعني أنا بعطيك على سبيل المثال، صح كان قبل قلت قانون تخصص، محاسب متخصص، معلم متخصص، تربية يعني وكل تخصص بنفسه. اليوم الإبداع أصبح مختلف، يعني الإبداع اليوم أن أنت تدرس تخصص رئيسي وتخصص آخر فرعي، فيطلع التخصص هذا هو الآن اللي يواسب الوظائف، خاصة الوظائف اللي هي تكون في مستويات أعلى، لأنه ما يكفي المتخصص هذا شخص يقدر يسوي الوظيفة الاعتيادية، ولكن في الوظائف الإشرافية والناس اللي يحتاجون في ممكن شخص ما له علاقة بالتخصص، ولكن وضروري أصلاً تكون يكون عندك اطلاع على كل الأمور. طيب بما أننا سولفنا عن الجغرافيا ونحب أكيد طلعات الكبار وسوالفهم عن بعض الأماكن، بس خلينا نشوف معاكم الأغنية اللي مرضى ويحطونها من شوي ونرجع.
طبعا خذتنا السوالف مع هالأغنية عن أكيد العيد وعن الحنة. أم علي طبعا متحنية عليك العافية حبيبتي، الله يطول عمرك. عاد أحلى حنة وأسهل حنة يعني خذوها عندها زوم، حنة القصعة خذوها زوم يعني حلو الحنة وفي اليد وتبين يعني مال العايز الكبار. فكانت احنا امي الله يعطيها الصحه والعافيه امين يا رب تعين الحنه بنفسها، وعقب تحط كل واحده مثلا في الله يعزكم في ريولها في يدها، وتربط الريل وتربط اليد. هذا عيدكم، هذا عيدنا، ليله العيد كلنا مستانسين وكلنا نسولف مع يعني كلنا قاعدين في صاله واحده ونتكلم، هذه سولف وذي سولف وهذه، واحنا كلنا قاعدين نتحن ننطر دورنا، متى دور هذه لما تدور هذه. يعني الوالدة تبشر الحنة الله يعطيها الصحة والعافية إن شاء الله يا ربي. آمين يا رب. طيب بس سوالف العيد طبعا ما تخلص أكيد، وبس نطلع معاكم فاصل وأنا بكمل سوالف مع ضيفاتي. لعبنا أخواني وبهنيهم في العيد. أحب العيد أنا وايد، أحب أجمع وايد فلوس. اليوم العيد وأنا فرحانة وايد، والله يعود علينا وعليكم بالصحة والعافية. أحب أهني أمي وأبوي وايد، وأحب جدتي وايد، عساكم من عوادة. يوم العيد كل عام وأنتم بخير. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. كل عام وانتم بخير، عساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. أحب أهني أمي وأبوي بمناسبة العيد، وعيدكم مبارك. عيدكم مبارك لسنة وانتم طيبين. الله يحفظهم عيالنا، ورغم البعد عن الوطن ورغم غربتهم إلا أن القطريين يصرون على إحياء عيد الأضحى المبارك بالذات على طريقتهم اللي اعتادوا عليها في قطر، حفاظا على التقاليد وتماسكهم بتراثهم الأصيل. وسفارة دولة قطر في العاصمة البريطانية لندن أقامت حفل استقبال لجميع القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمقر السفارة القطرية في لندن عقب صلاة العيد، وعبر السكايب راح نعيش معهم فرحة استقبال عيد الأضحى المبارك. ومعانا من العاصمة البريطانية لندن سعادة السفير القطري يوسف بن علي الخاطر والسيد حمد محمد المفتاح نائب سفير دولة قطر. وصباحكم عيد وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير وصباحكم عيد ان شاء الله، وكل اهل قطر ان شاء الله في خير ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير. وبهذه المناسبة يسرني ان ارفع اسماء ايات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى مقام سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الشعب القطري الكريم أعاده الله علينا وعليكم إن شاء الله بالأمن واليمن والبركات. اللهم آمين يا رب. شن أجواء العيد عندكم؟ والله الحمد لله رب العالمين، إحنا خلصنا الصلاة قبل شوي، والأخوة المواطنين هني شرفونا بحضورهم الله يبارك فيهم كلهم. والأجواء جميلة، أجواء لندن كما تذكرونها، والأخوة هنا طبعا شرفونا بحضورهم الله يبارك فيهم. والعيد دائما فرحة لنا ولكم إن شاء الله ولجميع المسلمين. آمين يا رب. أسمع صوت القهوة قاعد تقهونهم، من وده عندكم يعايد أو يكلم أحد عندنا في الدوحة؟ نعم تفضلي. السلام عليكم، كل عام وانتم طيبين. ارفع اسماء ايات التهاني وتبريكات لسمو اخوي لو تنزل بس حبه الكاميرا شوي تحت. تفضل تفضل، بس تنزل الكاميرا شوي. ارفع اسماء ايات التهاني والتبريك بمناسبه عيد الاضحى المبارك، وكل عام وانتم بخير وبالف خير، والله يحفظ بلادنا. ونشكر بهذه المناسبه سعاده السفير على هذه الجمعه الطيبه اللي حسستنا بوجودنا كأننا احنا في دولة قطر، وكل عام وانت بخير. وانت بخير صحة وسلامة. ارفع آيات التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والى الشيخ الوالد الامير احمد بن خليفة آل ثاني،
وإلى الشعب القطري الكريم، وأشكر سعادة السفير على هالمقابلة الطيبة. الشيخ أنا حين بس بعرف مسكم بارك شوي، بس بعرف بالأنشطة. تفضل. بعرف الأنشطة اللي سويناها اليوم في السفارة. تسمعيني معاك حمد محمد المفتاح. يا هلا مرحبا فيك، تفضل. احنا طبعا أول شيء بعد صلاة العيد نفتح المجلس حق القطريين كلهم. الساعة واحدة بيكون في غدا لجميع القطريين. النشاط الثاني حرم سعادة السفير عامل استقبال للسيدات في فندق الدورتشستر. النشاط الثالث سعادة السفير وطاقم السفارة بيقومون بزيارة إخواننا المرضى في المستشفيات، يوزعون عليهم الشوكولات وحلويات العيد. وطبعا بالنيابة عن سعادة السفير بنشكر الداعمين الرئيسيين اللي قاموا بجميع الأنشطة اللي هم اثنين، وزارة الخارجية القطرية بالإضافة إلى مصرف قطر الإسلامي. نشكرهم جزيل الشكر على الدعم، ونشكر جميع أخواننا اللي جو، ونشكر قناة الريان الرائدة طبعا، ونشكر طاقم السفارة جميعا. وإذا تبون تسوون آخر انترفيو ما أدري يمكن في شخص معين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جار الله بريدي من لندن، مبارككم بالعيد عيد الأضحى مبارك. نرفع آيات الثانية والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني، وإلى الشيخ حمد مخريبة الثاني. ونشكر بالشكر الكثير لسعادة السفير الأخ العزيز الغالي المتواجد من الصبح الباكر في المسجد، وتواجده معنا وكاف وموفر للشباب كافة الاستعدادات بهذه المناسبة. حياكم الله. يعطيك العافية. وطبعا نحب نذكر أكيد أننا قاعدين نكلمكم عبر السكايب، عشان كذي يمكن الصورة شوي مو واضحة للمشاهدين. إذا سعادة السفير وده بكلمة أخيرة يوجهها حق هالقطار، سواء اللي عندكم أو اللي عندنا. هاي سعادة السفير. طبعا بهذه المناسبة مثل ما قلت آخر كلمة، إحنا بد أن نشكر قناة الريان الرائدة على هذا. واجبنا الله يحفظكم ويسلمكم. وكذلك احنا مثل ما تفضل اخوي حمد نشكر الداعمين وداعمي الحفل، ونشكر على راس كل شيء الاخوه المواطنين على تشريفهم لحضورنا هنا ومشاركتنا في هذا الحفل، وشكرا لكم. يعطيكم الف عافيه، ويعني قعدتكم طيبه، ونشكر اكيد تواصلكم معنا، وترجعون لنا ان شاء الله قطر بالسلامه. وكانت هذه الأجواء القطرية في لندن مع في السفارة القطرية اللي هناك. نرجع لأجواء الدوحة مع ضيفاتنا. مريم شوي سألتك وإحنا في الفاصل اللي طرى عليك للعيد، شنو الذكريات اللي خلاص ما تنسينها؟ اللي طبعاً قبل شوي كنت تتكلمين مع علي عن الحنة، كنت أقول يعني سبحان الله للحين أتذكر الوالدة الله يطول في عمرها. وإحنا صغار يعني لين الحين ريحة الحنة تعرفين هي تذكرني بالوالدة في ليلة العيد. يعني فعلا كانت هذه من الذكريات الجميله، شلون انا واخواتي يعني قعدنا وتجهز الحنه وما تنام الا احنا كلنا خاصين وجاهزين يعني. وفعلا نصبح الصبح وما كنا نتحنى قبل كم يوم مثل الحين، فكنتي تصبحين الصبح للحين الحنة في يدك، يعني شعور حلو جميل حتى وانت تغسلينها قبل. بس اسمحك ان انا فعلا الشعور الحلو اللي اخذتونا له هالقطر وهم برا قطر شلون يحتفلون، يعني أول شيء يبث الكثير من التقدير لهم، وإحنا هني قاعدين نحتفل وسط الأهل والأقرباء وهم يقومون بواجبهم الوطني داخل الوطن وخارج الوطن. حتى لما قلت لي خلونا نحن نكون مع بعض في هذه الحلقة الجميلة، تصدقين خليتني أفكر في الناس اللي فعلا مداومين قاعدين يقومون بواجبهم، سواء كان في الخارجية في خارج البلد أو في داخلها، سواء كانوا في الداخلية الموجودين في الشوارع باستمرار، الناس الأطباء والتمريض المتواجدين في المستشفيات يقومون بواجبهم، المطارات، كل هذا للناس لهم كل التقدير بالفعل. وأنا بعد أشكركم كم صراحة عيتوا معي في أول الصباح، أدرختكم من أهلكم، يعطيكم ألف عافية وكل عام وأنتم بخير. سعداء جدا، سلامة حبيبتي، سعداء جدا. يعني احنا نبي نهني سمو الامير بمناسبه عيد الاضحى، ونهني سمو الشيخ موزه وسمو الامير الوالد والشعب القطري والامه العربيه والاسلاميه، ونتمنى كل سلام وامان للدول العربيه كلهم. امين يا رب. واشكر تواجدكم معي مره ثانيه. وبشذي مشاهدينا خلص صباح العيد واول صباح عيد وياكم، باكر لنا بعد صباح عيد ثاني انتظرونا، نشوفكم باكر في امان الله. We'll be right back.
من عواده عيدكم مبارك عساكم من عواده.